إن ميناء إسو البترولي في مرسى بريغا لم يكن له وجود منذ أمد قريب، وفي هذا الموقع الذي يداعب نسيمه رمال الصحراء شيدت إسو ميناء بتروليا تنتهي فيه الأنابيب الحاملة للزيت الليبي عبر الصحراء. آلاف البراميل من الزيت الليبي الخام تشحن بها يوميا حاملات الزيت لنقلها إلى أسواق الزيت الأوروبية، واليوم يحتفظ بجزء من البترول الليبي الخام لتصفيته في مصفات إسو الجديدة. إن هذه المصفات الجديدة تستطيع تكرير 8000 طن يوميا من الزيت الخام لمواجهة احتياجات المستهلك الليبي، وتعتبر هذه المصفات تحفة فريدة في ميدان الهندسة وشاهدا ملموسا لروح التعاون الدولي الذي تتصف به مشاريع شركة إسو. وبانتهاء وضع التصميمات بدأ العمل في